السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ اليوم بعد ما رحت بالسيارة، أخذت البلم وطلعت يمنا سفينة غرقانة، الحفار مو بالخصيب، رحت أصيد بيه سمك، بس اليوم لا رحمة، صدت لي سمكتين. هسه رح ندخل على شط العرب، نشوف شط العرب، جمال شط العرب ما شاء الله عليه، بس للأسف يعني أكثر من فلتر ركبت على الماي، بس هو هذا لون الماي بعد تعرفون. شط العرب ما شاء الله هو حلو، بس هسه تعرفون موسم صيد الصبور والناس بكثرة كلش موجودة هواي. منور قواك الله. صدق شباب نهرنا حلو والله، كلش حلو، أنا كلش أحبه، يعني طبيعة بيه حلوة. عموما هو بالخصيب كله حلو يعني ما شاء الله عليه، يعني هاي هسه وحلو، سابقة شلون كان. هذا شط العرب، هاي المساحات كبيرة مالت الماء شط العرب، راح تشوفون هنا الأبلام والناس كلش يعني هواي جاي يذبون غزل على مود موسم الصيد والزوراق. هذي زوراق ثاني، اليوم الرياح سرعتها تقريبا من 15 إلى 20، بس أنا لين أمشي باتجاه الريح فما مبينة الوضعية. شباب تقريبا الرحلة ما تتي 15 دقيقة من بيتنا للباخرة الغرقانة، وهذا أنا أشوف شلون جميل طالع اليوم لابس أصفر حتى لا تقولون، بس والله الماء يا أخي شو سوي، ترى هو هذا لونه، يلا لا تحاسبوني عليه، هو هذا لون الماء. أصبع شلون جميل أصفر لابس وترتيبات وسبايكي كلش حلو طالع. وهاي الحفار أو الباخرة الغرقانة اللي راح أصيد بيها سمك، هيك أماكن حديد صخرية يكثر بيها يعني الشانق. أخوي البارحة صايد يعني يقول حدقت شوية صايد لعشر شانقات.